كمان نور انا مش بس اديتها، هي ادتني احساس انا بدور عليه 20 سنه. انا اول مره قالت فيها ماما، يعني انا كنت واخده من المطبخ للطرقه جري واسجل واتس، ايه ماما ماما ماما، حاجه مستنياها بقالي 20 سنه. يعني هسألك سؤال صعب شويه. اتفضل. بتحبي مين اكتر، نور ولا جوزك؟ هو صعب جدا، لا اكيد نور. رغم ان انا حبيت جوزي جدا واحنا عشنا مع بعض، وهو رغم ان انا هو معاه 4 اطفال حاول معايا في الحقن المجاري مرتين، يعني الاحساس ده بالنسبه له او ان هو عايز يرضيني دي كانت حاجه بالنسبه لي مؤثره فيا جدا. يعني فاهم حضرتك لما ابقى عندي 4 اطفال واجري في حقن مجاري، هو كان نفسه ومنى عينه ان ربنا يرضيه. رد فعل الناس حواليكي لما شافوا نور كان ايه؟ رد فعل الناس، في ناس كانت بتقول حاجات سلبيه زي اللي هو ليه وما ينفعش ويا مربي في غير ولدك يا باني في غير ملكك، وفي ناس كتير قوي قالوا ربنا كده انت ضمنتي الجنه. يعني فكرتيش انها تفضل في دار للرعايه والتبعيه انت من وقت للتاني؟ لا، الام اللي ربت على فكره مش الام اللي انجبت. ويمكن احنا في المصريين مثلا يقول لك مرات الاب ربتهم كعيالها، فاهمني؟ فانا سهرت وربيت وددت، يعني عايزه اقول لحضرتك يعني هي بنتي. انا ال5 شهور اللي دخلت فيهم الدار انا كنت بصحى من المخده الاقي غير انا دم نزيف من مناخيري. كنت مثلا ابقى قاعده مع نور وحضناها ونفسها في نفسي واصحى الاقي ده حلم. انا عشت 5 شهور كانوا بالنسبه لي اصعب ايام حياتي. مين سماها نور؟ انا، لان انا كنت مقدمه على موضوع الحقن المجاري، فلقيت جوزي جايب لي لفه وكلها نور، يعني طفل بس انا مش عارفه اشوف ملامحه من كتر النور اللي جواه. فقلت له يا هاني انا جبت بنت او ولد هسميها نور. غيرت ايه بقى في شخصيتك نور؟ خلتني اهدى، خلتني اخد الامور بواقعيه اكتر، خلتني مبسوطه وسعيده من جوايا، حققت لي سعاده فعلا ما لهاش. تحبي اكتر ناس تقول لك يا رحاب ولا يا ام نور؟ ام نور. خلينا عندي قوي اللي يقول لي يا ام نور، واللي بيعزني قوي بيقول لي يا ام نور. نفسك نور تطلع ايه؟ نفسي تبقى حاجه مميزه في اي مجال، بس تبقى مميزه، بتمنى ده. يعني هسالك سؤال صعب، لو في يوم من الايام ظهر اهل نور هتعملي ايه؟ وانا شفت في البرنامج ده حالات كتير كده يتربي وبعد 20 سنه تفاجئ ان اهل ظهر. هبقى عملت حاجه كويسه، فيعني هبقى كبرتها، انقذتها من ربنا، جعلني سبب ان انا انقذها من الموت، والحمد لله معيشاها عيشه كريمه. هتبقى حضرتك عملت حاجه في الحياه، في رساله اديتها، يعني حتى لو رجعت لوالدتها او والدها هتبقى في رساله. وعلى ما اعتقد اللي بيعمل كده يعني دي حتى ما فصلتش خلاصها ولفتها جنب الحيطه. صحيح. دي لو ما ماتتش من الخلاص هتموت من الكيس اللي مقفول عليه. صعب. قصة كانت منتشرة من الفترة اللي فاتت دي على السوشيال ميديا، ان في واحدة حبت بنت قوي برضو وتبنتها من دار ايتام، وبعدين بعد ما تبنتها اكتشفت انها حامل فراحت مرجعها تاني الدار. رأيك ايه في الموضوع ده؟ اللجنة لما قعدت معايا السؤال ده اتكرر من اكتر من حد. انا اللجنة اللي هي بتاعت موافقة الاحتضان بيكون مندوب من وزارة الداخلية ووزارة الصحة والأسرة والطفولة كذا حد. فكان سؤال من احد مؤسسي دار الأرمان، فلو حضرتك ربنا كرمك، قلت له لا ما رجعهاش، دي بنت عمري، دي بنتي الكبيرة، في حد بيرجع ابنه؟
يعني ايه المشكله ان ربنا يكرمني؟ يعني لو ربنا كرمك واتجوزتي؟ لا خالص. وخلفتي هتعملي بنتي ايه؟ الكبيره بنت نور فرحتي الاولى، نور فرحتي الاولى. هو يعني الحمل 9 شهور؟ لا، الام اللي ربت. ندمانك انت طلعتي عشان خاطر نور؟ لا ان شاء الله ربنا هيعوضني في نور خير باذن الله. ناوي تتجوزي تاني؟ والله اللي يحتوي بنتي، يعني انا شايفه ان في مشكله كبيره قوي في اللي بيجي يتقدم نور نور، فاللي يحتوي بنتي ماشي. يا ام نور نورتين، الله يخليك، ربنا يخليك نور ويبارك لك فيها. ويا نور نور نايم. انا بحبك.